فيكم من جديد مشاهدي القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة ثقافية. من خلال هذه الحلقة راح نستعرض مجموعة من الفعاليات والأنشطة في دولة الحبيبة الكويت، خلكم ويانا. ملتقانا هذا العام يتكلم عن تكامل الأوقاف، تنوع المحاور من الاسم، راح يتكلم على بداية الدعوة إلى الوقف واستثمار هذه الأوقاف وصرف الريع. جميع هذه المحاور تتكلم عن الناحية الإدارية، وأيضا الجانب الآخر منها اللي هو جانب تقنية المعلومات والتكنولوجيا وتكامل هذه الإدارات أو هذه خلينا نقول تكامل هذه الأنشطة من خلال نظم آلية أو نظام آلي متطور قامت الأمانة العامة للأوقاف في تطويره لوصولا إلى دعم القرار اللي هو المحور الأخير في الملتقى، اللي من خلال النظام الآلي راح نقدر نوصل إلى بيانات ومعلومات تساعد متخذ القرار في هذا الجانب. الملتقى يحفل بالكثير من الندوات والفعاليات وورش العمل، أيضا كما عودناكم دائما في معرض مصاحب لهذا الملتقى. راح يكون الشيء الجديد يمكن في تدشين هذا النظام الآلي اللي نتكلم عنه المتكامل اللي هو يعكس اسم الملتقى. أيضا راح يكون في الوزير، معالي الوزير راح يفتتح أيضا مثل ما قلنا المعرض وهذا التدشين. والأمانة أيضا لها إصدار خاص من جانب القانوني، خلينا نقول في إصدار كتاب خاص لجميع القضايا والفتاوى الشرعية في مجال الأوقاف اللي استرتها، وهذا أول إصدار يكون في دولة الكويت في هذا الجانب. محاورنا مختلفة مثل ما قلنا ومتعددة. المحور الأول الأثر القانوني والشرعي في دعم الوقف. المحور الثاني تطور وتنوع أصول الوقف وتنميتها. المحور الثالث الخدمات النوعية للواقفين والمستفيدين. المحور الرابع قيادة العمل الوقفي ودعم القرار. المحور الخامس تجارب رائدة في خدمة الوقف. المحور السادس تكامل إدارات الأوقاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة. فعاليات الحفل على النحو التالي: السلام الوطني في البداية، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ممثل راعي الملتقى سمو ولي العهد يلقيها نيابة عنه معالي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد يعقوب الصانع، ثم كلمة الأمانة العامة للأوقاف وتلقيها رئيسة اللجنة التحضيرية الأستاذة إيمان الحميدان، ثم كلمة الضيوف، ولدينا يعني عدد من الضيوف من خارج الكويت ومن داخل الكويت، وأيضا سيتم توزيع قائمة بالضيوف ويعني مسمياتهم والدول التي ينتمون لها. الكلمة ستكون للقاضي الأستاذ بدر التويجري من المملكة العربية السعودية. بعد ذلك سيكون هناك عرض فيلم إعلاني قصير يمثل أو يعبر عن موضوع الملتقى بشكل أو بآخر، وهو التكامل في العمل الوقفي وتتابع عمليات أو العمل الإداري الذي يعني يتبع عملية الوقف منذ يعني حضور الواقف إلى الأمانة وحتى توثيق الوقف وما بعد ذلك. أيضا من الأشياء الجديدة في حفل الافتتاح سيكون هناك مشهد تمثيلي من قبل طلبة كلية الحقوق جامعة الكويت، في مجموعة من طلبة الحقوق جامعة الكويت تم التنسيق معهم لتقديم مشهد عن المرافعات القضائية في الوقف. ونشكر إدارة الشؤون الشرعية والقانونية على يعني جهودهم في هذا المجال، وإن شاء الله ستكون هذه فقرة جديدة. يعني مثل ما تفضلت الأستاذ إيمان الحميدان، سيكون هناك تدشين للنظام الآلي لإدارة الأوقاف، يقوم إن شاء الله معالي الوزير بالتدشين الرسمي. طبعا النظام موجود لكن التدشين الرسمي سيكون إن شاء الله خلال هذا الملتقى وخلال حفل الافتتاح تحديدا. ثم فقرة تكريم الدكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي الأمين العام السابق، أفردت له فقرة كاملة. فقرة التكريم هذا العام ستكون
خصيصا للدكتور عبد المحسن، وطبعا نستذكر احنا جهوده وعمله ووقته الذي بذله في الأمانة العامة للأوقاف على مدى 4 سنوات تقريبا، وهذا نوع من يعني الشكر والعرفان على ما قدم للأمانة ولبلده. في تفاصيل في يعني طريقة التكريم و يعني الأمور المتعلقة فيها نتجاوزها إلى يعني الفقرة الأخيرة، وهي افتتاح معرض الملتقى. سيقوم إن شاء الله معالي الوزير بالافتتاح الرسمي للمعرض المصاحب للملتقى، واللي فيه مجموعة من الأجنحة، وخلال افتتاح المعرض إن شاء الله سيكون هناك تدشين للإصدار الذي ذكرته أم جاسم في معرض كلامها، وهو إصدار حول الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية للأوقاف الكويتية، وهو الأول من نوعه على مستوى الكويت. بعد حفل الافتتاح تبدأ الفعاليات المتعلقة بالندوات والجلسات وورش العمل. في اليوم الأول عندنا في الفترة المسائية ندوة بعنوان الإطار القانوني والشرعي للوقف، وستتناول عدة يعني محاور، وسيحاضر فيها يعني محاضرين من الكويت والسعودية ومصر. نقطة عامة، جميع الندوات التي ستقدم إن شاء الله في هذا الملتقى، كل ندوة ستختم بفقرة عن النظام الآلي لإدارة الأوقاف الذي يتناول الجانب المغطى. إذا كانت الحلقة النقاشية أو الندوة عن الجانب القانوني، ففي نهايتها يكون هناك تعريف بدور النظام والشاشات الخاصة بالنظام في الجانب القانوني والجانب الشرعي والتوثيقي. فيكم في الملتقى الأمانة العامة للأوقاف 22، واللي راح يكون تحت عنوان إدارة وريادة، وفعلا ريادة ما بين قطاعات الأمانة العامة للأوقاف وتكاملها مع بعضها البعض. راح يكون من ضمن الفعاليات إن شاء الله، وراح يقدم خلال حفل الافتتاح كتاب مميز راح تقدمه إدارة الشؤون الشرعية والقانونية، يتضمن الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأوقاف، وكذلك الفتاوى الشرعية خلال فترة مسيرة الأمانة العامة للأوقاف التي تجاوزت 20 عاما، وهو يعني كتاب مميز راح يكون جامع إن شاء الله، وتقريبا راح يكون مرجع لجميع القانونيين والباحثين والمهتمين في مجال الوقف، خصوصا ان على مستوى دولة الكويت تقريبا يعني لم يكن هناك مثل هذا الاصدار. فان شاء الله راح يقدم لمعالي الوزير في حفل الافتتاح، ويتم توزيع بعد ذلك في على الجماهير وعلى الحضور، وان شاء الله يكون هذا الكتاب يعني مرجع ورافد قانوني لما من يحتاج يطلع عليه ويستفيد منه في مجال العمل القانوني، وهو يعني وراح كذلك يطرح خلال الملتقى هناك حلقة نقاشية عن حماية الأوقاف ودور القضاء الكويتي في الدفاع عن الوقف وتأصيل قواعد قانونية متعلقة في الوقف إن شاء الله. وكذي نكون وصلنا معاكم مشاهدي القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت لنهاية حلقة اليوم من برنامج أجندة ثقافية، على أمل نلقى فيكم من جديد في حلقات قادمة. لكم من كل التحية وفمان الله.